ضيفنا لليوم المخرج الدكتور محمد زهير الرجب، اكيد اللي ترك بصمه كثير كبيره، ونحن بنعتز باستضافته على شاشه الاخباريه السوريه، والاعمال يمكن هلا عم نستمتع بمشاهدتها بشهر رمضان. صباحك خير. صباحك خير مثل هالطقس. صباح الخير، الله يبعث الخير مطر وخير ان شاء الله. بدي احب عايد عليكم وعلى مشاهدينا الكرام وعلى شعبنا السوري بكل مكان وعلى جيشنا السوري اللي هلا على خطوط النار. اكيد بنقول لك مره ثانيه يسعد صباحك استاذ محمد، واهلا وسهلا في شاشه الاخباريه السوريه. خلينا نحكي عن عملك في رمضان بروكار، رجعت فينا بالكاميرا لعام 1942. نحن اليوم يعني في نصف رمضان، في اصداء كثير قويه حول هذا العمل، خلينا نحكي عن هيدا العمل وقديش فعلا راضي عن هي الاصداء، خصوصا مع البيئه الشاميه وحساسيه هيدا الموضوع. هلا اول شيء انا ما بدي اسميه يعني بيئه شاميه، انا دائما باكد على انه هي الاعمال اللي انا بسميها الاعمال الدمشقيه. الدمشقيه القديمه. العمل الدمشقي هو الذي يرصد الحاله الصحيحه او الصوره الحقيقيه لدمشق. لدمشق الحضارة، دمشق الثقافة، دمشق الفكر، دمشق التنور. حاولنا في بروكار مع الكاتب سمير هزيم والشركة المنتجة شركة قبن أن نعيد صياغة الأعمال الدمشقية بما يتناسب مع واقع وحقيقة دمشق كأقدم عاصمة مأهولة في التاريخ وكمجتمع دمشقي متحضر عبر التاريخ. طبعا نجحنا إلى حد ما، ودائما كنت أقول بأن هذه الأعمال هي خطوات متتالية ستكون إن شاء الله باتجاه الوصول إلى ما يرضي حقيقة دمشق إن شاء الله. أكيد أستاذة، يعني خلينا نروح نشوف برومو كعمل ترويجي للمسلسل ونرجع نحكي أيضا عن التفاصيل بروكار بهالبرومو. أنا ما كان بدي إياك تزعل أبوك كرمال أبي. هذا البروكار أنا بموله وبخيط الذهب، وأبوه للدكتور عصمان بموله بخيط الفضة. ولأني بحبك ما بدي أبوك يزعل من أبي. عصمته وروحي، وأنا ما رح أنسى وقفته وعذابه مشانه. أنا طلبت من أمك وأبوكي إنك تروحي تسكني عندي بالبيت، وتعهدت إنك ما تلتقي بعصمت ببيتي. نحن أكبر من فريال ومن أخوها صاحب المشغل. شلح عسكرك وضربهم وعنا شوفوا بغير حال، راح اقول لك كيف انقتلوا عسكركم. بدنا نسرق ونعطيه، نسرق ونعطيه. ايه سيدي مو مشكله، على نيه التوفيق الفاتحه. انت بتعرفي حالك مع مين عم تحكي؟ انا ام عزمي وبيقولوا لي ام الهمشري. واللي ما بيحسب ما بيسلم. اذا هالمره ما تربى، المره الثانيه بده يتربى ورجله فوق راسه. شو المشاكل عم بتصير على كيفنا؟ ومين في احسن من عصمت بالحاره ليجي ويخطبها؟ منين بتعرفينا؟ اطلع يا عمشور، طلع برات البيت ما بقعد بخليك. الحاكميه لمت كل شباب الحاره واخذوا ابني عصمت معهم. ومدير الداخليه السيد بهيج الخطيب صار رئيس الحكومه. أنا نبهتهم للشباب ما حدا يتشاكر مع الفلساوي، بس ما بعرف مين عم يعمل هيك وليش. أقسم بالله العظيم، قول الحق. عندكم شغل، هل تريدون قتل جنودنا ونظل ساكتين؟ ابني مطلوب للسلطات الفرنسية. كنا عم نتابع معك برومو عن عمل بروكار استاذ محمد. خلينا نحكي قديش العمل الدرامي ممكن يكون وثيقه اجتماعيه تاريخيه، لفعلا من خلالها نقدر نحافظ على تراثنا على تاريخنا. نحن اساسا بالحرب التي شنت على سوريا كانت هي لضرب الحضاره والفكر والثقافه، اليوم عم نشوف من خلال هيدا العمل بروكار الدمشقي القديم لكثير من الدول حاولت تسرقه وتنسبه لإله، قديش فعلا نحن قادرين من خلال الدراما نوثق هيدا الشيء ونحافظ عليه؟ هلا اعتقد يعني من احد مهام الدراما هي التوثيق بالاضافه الى المتعه والتسليه والرساله.
يعني اعتقد يجب الا يكون يخلو مسلسل درامي من رساله ما، رساله ان كانت فكريه او اجتماعيه او وطنيه. هلا بالتاكيد مسلسل بروكار يحمل البعد الوطني ويحمل البعد الثقافي، ويدعو بشكل حثيث الى النظره الواقعيه والصادقه لتاريخ دمشق ولواقع دمشق السابق والحالي. طبعا هذا لا يعني باننا ننكر الاعمال الاخرى التي تحمل الطابع الفلكلوري الاستعراضي المتخيل. يعني بامكانك انت تقسمي العمل الدمشقي لانواع، نوع متخيل قريب الى الفانتازيا او قريب الى الفلكلور والاستعراض الذي لا يقارب الى حد ما الواقع او الحقيقه، هو مجرد تخيل فانتازي. ونوع اخر هو يقرب وجهه النظر، يكشف الضوء عن او يسلط الضوء على الواقع والحقيقه، مثل اعمال كثيره مثلا مثل حمام الايشاني للراحل هاني روماني مثلا، وهو عمل سلط الضوء على الواقع الحقيقي لدمشق الثقافيه ووثيقه تاريخيه. هلا البعض يقول بان بروكار، بعض النقاد والصحفيين والاعلاميين يقول بان بروكار هو وثيقه تاريخيه وفنيه لدمشق. طبعا هذا الرأي انا بعتز فيه، وهي وجهه النظر بعتز فيها، ان نحن قدرنا نوثق لدمشق عبر بروكار، وان شاء الله بالجزء الثاني راح يكون في اضافات اخرى للتوثيق ان شاء الله. اعطيتنا انت خبر هلا انه في جزء ثاني، يعني هو النص مكتوب اصلا على انه نص على جزئين. هو النص مكتوب اصلا جزئين، وانا قلت هذا قبل بدايه التصوير بانه النص مكتوب جزئين، أنجزنا الجزء الأول لهذا الموسم وإن شاء الله سننجز الثاني للموسم القادم. إن شاء الله بيكون بلا كورونا هالمرة، إن شاء الله تقدروا تاخذوا راحتكم بالتصوير. يعني أستاذة أنت حريص على دائما من خلال أعمالك بأنه يكون تسليط الضوء على ما يجري في سوريا أو الموقف مما يجري في سوريا أو الحرب على سوريا بأي كان من الأعمال. خلينا نعرف، هل دراما اليوم وفية لما يجري بسوريا، حاملة هي الرسالة بشكل صادق ومنطقي وواقعي؟ لأنه بعض الأعمال اللي عم نشوفها أيضا أحيانا تكون يا بعيدة كل البعد عن الواقع السوري، يا أما قريبة تلامس أدق التفاصيل. هلا شوفي، لك شغلة، أنا بالنسبة إلي شخصيا أنا حاولت بكل أعمالي أن ألامس سوريتي، أن أتحدث عن هويتي السورية. حتى مثلا إذا شفتوا مسلسل عطر الشام، تتذكروا مثلا الشارة، شارة مسلسل عطر الشام هي شارة وطنية بامتياز، في نوع من العنفوان ونوع من هي شارة وطنية بامتياز، إن كانت شارة البداية أو النهاية. نحاول دائما أن نلامس همومنا الوطنية من خلال أعمالنا الدرامية. هلأ البعض ينأى بنفسه، أو البعض يتجه باتجاهات أخرى اللي هي تذهب أحيانا إلى الكوميديا، إلى التسلية. هذا ليس سيئا في واقع الحال، لأن الدراما تحتمل كل الأوجه. وأحد أهم يعني خصوصيات الدراما أيضا أو ما تحمله هي أحيانا الترفيه والتسلية والمتعة. هلأ هذه المتعة وهذه التسلية أنا أفضل أن تحمل هماً ما، تحمل رسالة ما، لأن الدراما السورية عبر التاريخ لم تكن يوماً مجانية، صحيح، ولم تكن يوماً مسفة. بالعكس، لطالما حمل المسلسل السوري بعداً أو رسالة، إما ثقافية أو فكرية أو اجتماعية أو وطنية. طبعاً أرجو لكل الأعمال التي قدمت هذا العام النجاح والتوفيق، وإن كان البعض وفق وإن كان البعض لم يوفق، ولكن في النهاية هو جهد جماعي. لأي عمل يقدم هو جهد جماعي يشكر، ونستطيع أن نتابع ونقيم، ولكن بدون أي تجريح وبدون أي إساءة. في آراء هون مختلفة متضاربة حول إنتاج دراما السورية هاي العام، في عالم بتقلك دراما فقيرة، في عالم بتقلك غير ملامسة للواقع، في عالم بتقلك لا ضمن الظروف المتاحة إنتاج معقول. خلينا نحكي عن هيدا الإنتاج الدرامي أو الرأس مال الرسمي أو إنتاج المؤسسة، قديش مهم يرجع رأس المال على الإنتاج الدرامي المؤسسي الرسمي من خلال إعادة دراما سورية للعجل؟ هلأ
شيء مهم كتير اني رأس المال العام يتوظف بصناعة درامية ولكن بصناعة حقيقية بعيدة عن التكتلات، بعيدة عن الحسابات الفردية أو الشخصية أو أو أو. طبعا المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني أسست لدعم الدراما السورية وأسست لتقوية الدراما السورية. أحيانا الإنتاج هذه المؤسسة ينجح ويقدم أعمالا متميزة تحمل هما فكريا ووطنيا، وأحيانا أخرى تقع في مطبات قد تكون إدارية قد تكون فنية، ولكن في المحصلة هي جهد جماعي يشكر، وأعتقد بأنه بحاجة إلى دراسة أكثر، وأعتقد بأنه بحاجة إلى إدارة ناجحة أكثر. أستاذ، يعني دائما أعمال البيئة الشامية بتوقيع حضرتك إلى طابع خاص ومميز، كل مخرج له شيء مميز بحاول أنه يضيفه على المسلسل. خلينا نعرف شو هي البصمة اللي أنت دائما بتحرص تكون موجودة وخاصة بأعمال البيئة الشامية، لأنه بنعرف كثير من الأعمال اللي ظهرت ممكن تكون غيرت شوية من الصورة الواقعية اللي كانت موجودة بهذيك الحقبة. هلأ شوفي لك، دائما أي عمل أقدمه هو محاولة لملامسة المشاهد، لملامسة مشاعر المشاهد، أحاسيسه، وجدانه، إرجاعه إلى ما هو أفضل، ما هو أحسن، إن كان بالعادات، إن كان بالتقاليد، إن كان بالفكر. يعني في بروكار مثلا سلطنا الضوء على النقاط السلبية التي كانت شائعة في فترة عن فترة الأربعينات. طبعا ما كان شائعا عن فترة الأربعينات والثلاثينات حاولنا في بروكار أن نصحح ونقول هذا ليس صحيحا، الصحيح هو هكذا وهذا وهكذا. فطبعا وجهنا بحملة من الرفض ووجهنا بحملة من الاعتراض، ولكن النسبة الأغلب من الذين يعون تلك الفترة هم أيدوا هذا الاتجاه، بالعكس وصفقوا له وأعجبوا به. بالإضافة إلى ذلك نحاول دائما أن نحمل أو نحمل العمل البعد الأخلاقي، البعد الوطني، البعد الاجتماعي الإيجابي. طبعا من خلال حبكة درامية قد تعرض السلبي والإيجابي، ولكن في النهاية سينتصر الإيجابي. بروكار هو رسالة صادقة للمجتمع السوري وللمجتمع العربي بأن دمشق كانت ولا زالت إلى هذه اللحظة منارة للثقافة، للفكر، للحضارة، للعلم، للمعرفة، للانتماء الوطني والقومي. ويمكن هذا اللي بتعول عليه أستاذ محمد من خلال أعمالك على دور المثقف السوري اليوم في رسائل مثل ما قلت واضحة وصريحة خلال أعمالك تهدف لتوثيق التاريخ الصحيح لسوريا. قديش مهم اليوم دور المثقف السوري وقديش بتعول عليه من خلال، مثل ما قلنا في آراء كتير كبيرة حول عمل بروكار، في آراء كتير إيجابية وفي آراء مختلفة. طيب هلأ المثقف في كل مكان هو أو الثقافة في كل مكان هي سلاح ذو حدين، إن وظفت بالشكل الصحيح وفي الطريق الصحيح هي مفخرة لحامل هذه الثقافة ولانتمائه، وإن وظفت في الطريق الخاطئ فهي سلاح قد يؤذي أو سلاح مؤذي. لذلك إن كان المثقف منتميا إلى قضيته إلى وطنه أستطيع أن أقول بأنه مثقف إيجابي، وإن كان غير منتمي فهو مثقف سلبي. لذلك نحاول في درامانا أن نسلط الضوء على المثقف الإيجابي، نحاول أن نسلط الضوء على السوري المتحضر المتنور الوطني المثقف الإيجابي الذي يعمل لصالح وطنه، لصالح مجتمعه، لصالح قضايا وطنه، لصالح قضايا مجتمعه، عكس الذي يدعي الثقافة لأغراض سلبية قد تضر
بالمجتمع والوطن، خاصة أنه هذه الأعمال أعمال متابعة من جميع الشرائح الاجتماعية. خلينا نقول أستاذ محمد، كيف كانت ظروف العمل خلال الظروف الحالية جائحة كورونا؟ بنعرف أنه كثير يمكن من التقييد كان أو الإجراءات الوقائية اللي كانت موجودة. هلأ نحن صورنا المسلسل بأعتقد بين شهر 12 و1 و2 يعني قبل دخول كورونا، ولكن صورنا بمناخ يعني مثل ما بيقولوا بعزدين البرد والشتاء، صورنا بمواقع كانت درجات الحراره تقريبا 7 تحت الصفر. يعني مثلا في مشاهد صورت في بروكار يعني المشاهد بيعرفها، مثلا مشاهد المقبره، مشاهد البغاره، مشاهد المعسكر، البساتين، الغوطه. يعني كان بس تغيب الشمس الارض تجلد تتحول لجليد، يعني صرنا نمشي هيك نزحط لانه الحراره احيانا 7-8 تحت الصفر. طبعا في احد الايام صورنا مشاهد ليليه، مشاهد معركه ليليه. ثاني يوم الصبح في 7 اشخاص دخلوا على المستشفى. ثاني يوم الصبح جينا على التصوير كان في 7 اشخاص بالمستشفى من فريق العمل. طبعا هذا الشيء بينم على انه فريق العمل ككل كان متفانيا ومتعاونا لوصول الى نتائج مرضيه. ودائما اي فريق عمل يكون منسجم متعاون يتفانى في سبيل الرسالة التي يقدمها أو العمل الذي يقدمه سينجح هذا العمل. يمكن هاي التفاصيل ترجمت بأصداء العمل أكيد. مثل ما قلت العمل الجماعي والمحبة والشغل اللي بتشتغلوه بتترجم من خلال أصداء العمل. بدنا نوجه تحية لكل كادر عمل بروكار فردا فردا ولكل الفنانين والفنيين اللي اشتغلوا. بدنا نوجه لك تحية كتير كبيرة أستاذنا، جميع خطواتك الفنية القادمة ودائما مع حضرتك في شيء جديد. يعني كل الناس بتخاف من الاجزاء الا حضرتك، دائما مع كل جزء جديد من العمل في شيء مهم ومخبى. بدنا نشكرك كثير. شكرا لك باسمكم كمان وباسم المشاهدين السوريين، بوجه تحيه لكل فريق عمل بروكار من نجوم فنانين وفنيين وكادر انتاج واخراج. وبدي برجع بعايد عليكم وعلى مشاهدنا السوري، وبدي وجه تحيه باسمكم لجيشنا اللي هلا على خطوط النار. أكيد. شكراً. منضم صوتنا لصوتك، وأكيد دائماً نتمنى أنه فعلاً هذه الأعمال الشامية أو الدمشقية مثل ما بتحب تسميها تنقل حقيقة الواقع وذكريات الجدات على أرض الواقع، يعني هي المخزنة بذاكرتنا بصورة جميلة. شكراً لوجودك معنا. شكراً لكم. شكراً. الجميل المخرج محمد زهير رجب، شكراً مرة ثانية.